أكدت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو شيخة جواهر بنت محمد القاسمية رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أكدت أن العطاء والعمل على تحسين حياة الأشخاص الذين شردتهم الحروب والمآسي يعزز مبدأ التميز والعطاء وينسجم تماما مع نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الساعي لتأسيس حالة متفردة في العطاء الإنساني والالتزام بالتضامن مع الشعوب المتضررة. وقالت سموها إن جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين تهدف إلى ترسيخ القيم النبيلة ودعائم التكافل الخيري وتحفيز أصحاب القلوب الكبيرة والأيادي البيضاء حول العالم إلى مزيد من العمل لخدمة اللاجئين.